هلو everyone واهلا بكم في الحلقه ال 15 من حلقات I love English. الحلقه اللي فاتت اتعلمنا تمرينات القراءه حلوه جدا reading practice. النهارده هنتعلم برضو كتمرينات في القراءه على I can. قبل ما ابدا تمرينات القراءه في I can هقول لكم حاجه اسمها الاكشن فيربس. Action verb, action verb, action. What is the meaning of action? Action يعني حركة, صح؟ Action حركة, حاجة فيها action. Action verb, verb يعني فعل, حاجة أنت بتفعلها. أي حاجة أنت بتفعلها اسمها verb. Action verb يعني أفعال حركة أو أفعال اللي فيها action. أي حاجة. إن شاء الله حتى قمت من مكانك ده action. ربنا يقويك. Sit down, stand up, run, walk, eat, drink. Stomp, stomp. عارف انت الفيل لما دوم 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 ده اسمه stomp. Waddle, waddle. ازاي البطريق بيمشي كده صح. Jump, jump. Hop, hop. Fly, fly. Climb, climb. Clap, clap. Swim, swim. Dance, dance. يبقى اي فعل انت بتعمله اسمه action verb, اسمه verb. لو كلمة action صعبة عليك اسمه verb, بس اسمها action verb اللي هي الافعال بتاعة الحركة. اوكي, احنا بقى دلوقتي هناخد الافعال احنا بنعملها دي ونحطها في جمل تساعدنا على القراية. اوكي, دلوقتي هتبدأ بحاجة بسيطة قوي اسمها I can. I can. I can يعني انا استطيع. السؤال بتاع I can بيقول what can you do? What can you do? What can you do? I can jump. I can fly. I can swim. فانت بتسأل نفسك بقى what can you do, وبالطريقة دي بتعرف ترد. وبرضو سهلة جدا في القراية, يعني تحافظ ابنك كلمة I can وهو بقى يعرف اي كلمه بعديها. وطبعا الكلمه اللي بعديها ممكن تقولي طب تيتشر سان, ما الكلمه اللي بعديها ممكن تكون صعبه هو ما يعرفش يقراها. لا, ما انت هتحط له صوره عشان يعرف يقراها. وطبعا التدريب الكتير هيعرف بقى الكلمه دي والصوره دي معناها كده, وهيعرف شكل الكلمه سان. I can walk. I can sing. I can read. I can write. I can cry. I can cry. I can laugh. I can think. I can think. I can cook. ممكن تقول اي اسم شخص. سالما, محمد, سالي, توم. توم can eat. توم can swim. اي اسم شخص وبعديها كلمة can. كلمة can ما بتتغير. وبعديها الاكشن فيرب اللي الشخص ده بيعمله. واشوفكم الحلقة الجاية من حلقات I love English وتمرينات قراءة جديدة. مع السلامة. باي.